بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف النهاردة ان شاء الله يوم في السلاكة او متابعة الحمام اليومية. هنتابع الحمام مع بعض ونتفرج عليه دلوقتي سوا بإذن الله. فما تنساش قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك اشعار بأي فيديو بينزل على قناة جديد. ويلا بينا نبدأ بسم الله، وما تنساش تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا يا جماعه بس كده الاول عايز اوريكم حاجه عشان الناس اللي بتشتكي ان الحمام عندها قاطع بيض ومريح. النتايه دي مريحه بقالها كده يجي شهرين، تمام كده؟ طيب انا بعمل معاها ايه؟ بعمل معاها كل حاجه والله، بديها فيتامينات وبديها كالسيوم وبديها خماير وبديها مضاد سموم وعلاج للديدان وبديها سلينيوم، بديها كل حاجه، تمام كده؟ فهي كده كده مريحه، دي حاجه طبيعيه ان الحمام كل اخر موسم بيريح فتره، الفترة ديت بتبقى موسم او بتبقى فترة تجديد عن اوض البيض، تمام كده؟ فده امر طبيعي ما تقلقش منه، دي حاجة عادية طالما في حالة، في حالتين، في ثلاثة، مش في الحمام كله، تمام كده؟ او حتى لو بيت في نسبة كبيرة من الحمام فهي عادي. هنا ما شاء الله دولت كده، بص اتفرج معايا وقول ما شاء الله تبارك الله، دول من الزغاليل اللي كنت موقفها الفترة اللي فاتت، فرخ الصيف، تمام كده؟ فرخ الصيف اللي فات، فما شاء الله كلهم كبروا، هم بقوا شبابات على وش شغل، عليهم دلوقتي ايه من اربع ريشات تقريبا لريشه او ريشتين، ما شاء الله فيهم حاجات جميله تبارك الله، حاجات انا وقفتها لنفسي، وفيهم حاجات زيادات برضو اللي عايز زيادات ذكوره. في ذكرين هنا، الذكر ده، الذكر ده ابن ريتش جامد جدا جدا جدا، الذكر ده اخوه يعني ما شاء الله طلع الوان تحفه، بس ده طلع زي ما احنا شايفين كده، تمام؟ الذكر ده ابن ريتش، والذكر اللي جوه ده اسود اهو، تمام؟ فاللي عايز الذكرين دول، الذكرين دول للبيع، الذكر ده ب 1000، تمام؟ الدكر ابن الريتش ده ب 1000، تمام كده ب 1000 جنيه، والدكر اللي ورا ده دكر اسود، ده ب 750 جنيه، دكرين دول بس للبيع، تمام كده يا جماعه. طيب نتفرج هنا بسم الله ما شاء الله، دي انت نفاخه اهي ومحصيه حصويه وعليها الحصويه الثانيه، همسكها واديها نص قرص كالسيوم في بقها، تمام كده. هنا ما شاء الله دولت قص تحتيهم زغليل اهو، ودلوقتي معاد الوجبه الثانيه هناكلهم باذن الله، تمام كده؟ هناكل الحمام دلوقتي باذن الله. في ما شاء الله هنا زغلولين نفخات مفطومين، زغلول اسود وزغلول ريتش، ولاد ريتشات، تمام كده؟ دولت انا فاطمهم برده هنا بقالهم يومين ثلاثه، هم بفضل الله معتمدين على نفسهم بياكلوا لوحدهم، تمام كده؟ عندي هنا ما شاء الله المفتل سايبه دلوقتي رايد على حصاه، ما شاء الله دول حتتين مفتل سايبهم راقدين على حصاهم، تمام كده؟ لسه محصين بقالهم يومين. عندنا ايه هنا تاني؟ الفيينا، طبعا يا جماعه الفيينا معروضه للبيع، اللي عايز ان شاء الله يشتري الفيينا موجود سبع حتت، حتتين هنا هم، وهنا ثلاث حتت اهم، حتتين نوتي وحته شاب غالبا يطلع ذكر، الله اعلم بقى يطلع ذكر ولا انتايه، اللي هو الشاب اللي في وشنا ده، تمام؟ وشه مش معروف بصراحه يعني، وشه غريب شويه. وفي هنا حتتين هم شغالين، تمام كده؟ يبقى ايه؟ قصين وانتيتين وشاب، قصين وانتيتين وشاب، ادي قص وادي قص، وفي هنا انتيتين وشاب. اللي عايزهم ان شاء الله يتواصل معايا من التعليقات، وادي له رقم تليفوني اللي عايز يشتريهم ان شاء الله، يكلمني وان شاء الله عينيا ليه. يعني هم السبع حتت على بعض، يا اما البيع للسبع حتت على بعض اللي هم الثلاثه دول والاثنين دول والاثنين دول، يا اما ذكر والنتايه دول وعليهم نتايه، تمام؟ يبقوا ثلاثه، يبقوا ثلاث حتت، تمام؟ ذكر وانتيتين، والذكر والنتايه دولت وعليهم نتايه من دول، يبقوا برضو ذكر وانتيتين. اللي عايز ذكر وانتيتين ماشي، واللي عايز السبع حتت على بعض ماشي، انما ذكر وانتيه بس مش هينفع لان انا عندي نوتي زياده، تمام؟ ما شاء الله عندنا ايه؟ عندنا هنا قص التحضين ده ما شاء الله معاهم زغلول نفاخه اهوت، تمام كده؟ كان متحضن تحتيهم حصويه واحده ما شاء الله فكت. عندنا هنا ما شاء الله قص تحضين برضو كريزليات اهو، معاهم زغلول اصفر، تمام؟ ما شاء الله هنا قص استراليات معاهم زغلولين نفخات زرق، تمام تبارك الله. في هنا برضو ايه؟ قص تحضين معاهم زغلولين حمر. احنا دلوقتي يعني كده كده ايه؟ هنكلف بس الحمام اللي معاه ايه؟ الزغليل ده، عشان احنا داخلين على المغرب دلوقتي، تمام كده؟ فهنجيب الكلفه ونكلف مع بعض بسم الله. كلفتنا ايه؟ هنكلف ايه؟ انا عن نفسي دلوقتي بحب اكلف الشبابات اللي زي دول كده، مثلا اربع حتت محطوطين مع بعض في باب واحد، تمام؟ بحب اكلف المجموعات لما تبقى عددها كبير زي كده، فبكلفهم مره ثانيه اخر النهار زي دلوقتي كده ما شاء الله، تمام؟ وبعد كده بقى ايه الحمام اللي معاه زغاليل زي ده. ما
ما شاء الله. هنا دول معاهم زغلول كريزلي اهو، بص كده ما شاء الله، حتتين، حته كريزليه وحته زاجل اهم، تمام. معاهم زغلول ابنهم ومعاهم حصى ما شاء الله راقدين عليه، تمام. هناخد ايه كلفه كده ونديهم شويه على قدهم هم والزغلول، تمام. دول بص امولي اهم من على الطاجن، بس معاهمش زغاليه، فدولت واكلين الصبح فمش هياكلوا تاني دلوقتي، تمام. نكمل مع بعض كده بسم الله. هنا دول معاهم زغليل، معاهم زغلول اهو، تمام. بسم الله نكلف كده ونشوف غيره. هنا دول معاهم زغلول شفناه اهو، تمام. خش على دول، اهو يا جماعه الطاجن بتاعهم. اخد شويه كلفه كده احط لهم الطاجن تاني في السلاكه. هتلاقي الزغاليل دي بتاكل معاهم، بص كده ما شاء الله، الزغلول في النص هو بياكل معاهم. اهو يا جماعه بيحاول يلقط معاهم الطاجن، بيتعلم التلقيط لسه، تمام. حط هنا الزغلولين دول، عندنا هنا ما شاء الله القص ده معاه زغليل اهو، القص ده يا جماعه معاه زغليل في الطاجن جوه اهي، ما شاء الله كلفتهم اهي اهي، تمام. هياكلوا ويروحوا ياكلوا الزغليل على طول. وتعالوا نبص بصه كده على الحمام اللي بره، بسم الله. هنا القص ده معاه زغليل، تمام. بسم الله اه، بص ما شاء الله تبارك الله. طول ما انت معود الحمام على مواعيد للاكل هيروح على طول يرقد على الزغاليل ويقوم ياكل على طول اول ما تحط له الاكل. بسم الله ما شاء الله اه. بصوا دول يا جماعه معاهم زغاليل ايه، اتفرج معايا كده، عارفين دول زغاليل ايه؟ اهم دول زغاليلهم هم، الذكر ابن البخره والنفاخ وانتهى زاجل، تمام. مطلعين زغاليل للذبيح وللاكل، زغاليل هجين كده خليط يعني، تمام. تعتبر زغاليل بلدي تقيل لان الذكر ما شاء الله حجمه كبير اهو، تمام ما شاء الله اهم. هكمل انا بقى بقيه الحمام، هاكل وبعد كده همسك النوتي هديها كالسيوم في بقها زي ما قلنا، وكده ما عنديش اي حاجه تاني النهارده اعملها باذن الله، تمام كده. ده يوم عادي في وسط الاسبوع ما فيهوش حاجات كتير بعملها، فحبيت ان انا ايه اعمل معاكم الفيديو كده فيديو بسرعه بحيث ان انا ما اطولش عليكم في الفيديو ده، تمام كده يا جماعه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك على الفيديو، اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.